السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة هورور بلاير. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح تركيب أحدث باك الأوجه الخاصة بالموسم 2024 للعبة بيس 2017، وهذا الملف متوافق مع جميع الباتشات بدون أي مشاكل، كذلك بأحدث باك خاص بالأوجه أو تحديث للأوجه خاصة باللاعبين. فهناك تقريبا أكثر من 151 وجه خاص باللاعبين سوف يتم تحديثهم في اللعبة وفي جميع الدوريات الموجودة في اللعبة مثل الدوري الإنجليزي إلى آخره، وسوف نتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الباك في هذا الفيديو. لكن قبل الدخول إلى صلب الموضوع لا تنسوا دعم القناة، أيضا إذا كنت مشترك في القناة فلا تنسى تفعيل زر جرس الإشعارات لكي تتوصلوا بأي جديد على هذه القناة، كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب، سوف تجدون رابط قناتنا الثانية أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو الديسكريبشن. أولا تقمنا بالذهاب إلى هذه المدونة، سوف تجدون رابط هذه التدوينة أسفل الفيديو في صندوق الوصف والديسكريبشن. بعد النقر على الرابط وجهكم لهذه الصفحة سوف تجدون صورة خاصة بالموضوع كما ترون، نيو فيس باك سيزو 2024 بيس 2017. حجم الملف الخاص بباك 532 ميجا بايت. تاريخ رفع الملف في 7 يناير 2024 ولا يزال جديد. أيضا قائمة الأندية التي تم إضافة لها أوجه اللاعبين أو تم تحديث لها أوجه اللاعبين كما ترون، هناك أكثر من 151 لاعب سوف يتم تحديث الوجه الخاص به، وهذه هي الدوريات التي سوف يتم تحديث فيها الأوجه أو إضافة الباك الخاص بالأوجه عليها كما ترون، مثل نادي تشيلسي وبرشلونة، مان يونايتد، مان سيتي، نيوكاسل، ريال مدريد، توتنهام. وأيضا هنا صور بعض اللاعبين الذين تم تحديث لهم الأوجه الخاصة بالموسم 2024 كما ترون، مثل اللاعب هالاند، أيضا كما ترون لاعب خاص بمان يونايتد وغيرها من اللاعبين. فهذه فقط بعض الصور، لكن هناك الكثير من اللاعبين كما ذكرت، أكثر من 151 لاعب سوف يتم تحديث الوجه الخاص به. أيضا هنا سوف تجدون الشرح أو الفيديو، وهنا رابط لتنزيل ملف الأوجه، تقمنا فقط بالنقر هنا. وهنا نشكر كثيرا الأشخاص الذين قاموا بتطوير الملف الخاص بالأوجه أو باك الخاص بالفيس كما ترون، هذه قائمة الأشخاص هنا. بعد ذلك تقمنا فقط بالنقر هنا على هذا الشكل، ثم يوجهكم لهذه الصفحة، تقمنا بالذهاب إلى الأسفل وسوف تجدون الروابط لتنزيل الملف الخاص بالباك فيس أو تحديث خاص بالوجوه، تقمنا بتنزيل الملف بدون أي مشاكل. فهناك الكثير من السيرفرات لتنزيل الملف لكي لا تواجهون أي صعوبة في تنزيل الملف. بعد تنزيل الملف يظهر معكم على هذا الشكل، تقمنا بفك الضغط عن الملف اكستراكتو. بعد تنزيل الملف يظهر معكم ملف على هذا الشكل، تقمنا بفتح الملف ثم هذا الملف، ثم سوف تجدون بعض الملفات هنا. في البريفيو سوف تجدون صور الخاصة ببعض اللاعبين الذين تم تحديث لهم الأوجه، وهنا سوف تجدون الملف الخاص بالفيس باك أو الأوجه، تقمنا فقط بنسخه هكذا كوبي، ثم تقمنا بالذهاب إلى ملفات اللعبة بيس 2017 ثم إلى ملف الداونلود، ثم تقمنا بنسخ الملف على هذا الشكل كما ترون. بعد نسخ ملف الخاص بالفيس باك في ملف الداونلود، تقمنا بفتح برنامج دي بي فايليز جنراتير الخاص ببيس 2017، وهذه الأداة مجانية وموجودة في الكثير من المواقع، فقط تقمنا بالبحث عليها في جوجل وسوف تجد الكثير من المواقع لتنزيل هذه الأداة لكي تقمنا بتفعيل ملف الخاص بالفيس باك أو باك الأوجه على اللعبة، لأنه إذا لم تقمنا ب تفعيل ملف عبر هذه الأداة فلن يشتغل معكم الملف، لذلك يجب أن تقوم بتفعيل ملف عبر أداة DP Files Generator الخاصة ببيس 2017. بعد ذلك تقوم بفتح الأداة بصلاحية الأدمين هكذا لكي لا يحدث مشكلة في الأداة. بعد ذلك تفتح معكم الأداة على هذا الشكل، تقمنا فقط بالنقر على Choose Batch هنا، ثم تقمنا باختيار ملف الداونلود الخاص ببيس 2017.
هذا الملف ثم أوكي، ثم تظهر معكم جميع الملفات الموجودة في ملف داونلود هنا. تقومون فقط بالنقر على تشيك آل هكذا، وسوف يتم تعيين أيضا الملف الخاص بالفيس باك أو الأوجه. بعد ذلك هنا تقوم باختيار نيو دي ال سي ثم جينيريت ثم أوكي. وإذا لم يشتغل معكم الملف تقومون هنا باختيار الدي ال سي الفيرسو 1 أو 2 أو 3، فتقومون بتجربة كل هذه الدي ال سي هنا حتى يشتغل معكم الملف. لكن في البداية قوموا باختيار نيو دي ال سي، فربما يشتغل معكم الملف على الباتش الذي لديكم. بعد ذلك تقومون بغلق الأداة ثم تقومون بفتح اللعبة، وسوف تجدون ملف الفيسباك أو الأوجو شغال داخل اللعبة بدون أي مشاكل. وكما ذكرت سوف يتم تحديث أكثر من 151 وجه للاعبين كما رأيتم من قبل في الفيديو. وأي شخص واجه مشكلة تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو ضعوا تعليق أسفل الفيديو، سوف أرد لكم بأسرع وقت ممكن. وأيضا سوف يكون هناك فيديوهات للفيسباك أو التحديث الخاص بالأوجه لبيس 2021 وبيس 2019 وبيس 2018 أيضا في الأيام القادمة. لذلك إذا كنت مهتم جدا بهذا النوع من الشروحات أو الفيديوهات فلا تنسى تفعيل زر جرس الإشعارات والاشتراك في القناة لكي تتوصلوا بأي جديد على القناة. كذلك لا تنسوا دعم قناتنا الثانية على اليوتيوب، سوف تجدون رابط القناة الثانية أسفل الفيديو في صندوق الوصف والديسكريبشن. في الآخر لا تنسوا لايك وشير للفيديو، ودمتم في أمان الله. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work 'cause my boss is a jerk and I'm not even that paid.